Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Diffusé en direct. Alors, les commentaires à votre rang ici. Voilà. En direct, en direct. En direct, je suis en direct. Je suis en direct. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. صباح الخير، نستناكم تدخلوا إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله نهاركم فرحة. سامحوني وخرت شوية على خاطرني كيما تعرفوني تكنولوجيا جو ديمار بوتي تابتي. إن شاء الله يا ربي نقضيو مع بعضنا وقت مزيان. فوالا لحظة منعرفش تشوفوني مليح. مرحبا مرحبا مرحبا، جو سوي تري زوغوز داتر افيك avec vous. Marhaba, on y met les daouya barsha mais miselch. Voilà, nharkom mabrouk, nistanekom tedkhlou chwaya. Bonjour mama Dalila, bonjour. Raho andi deux direct, on est andi le l'Instagram en direct ou andi la page Facebook mtaï mama Dalila. Marhaba bikom. Alors chb smrayati bchra أميمة، مرحبا نهى، مرحبا ذكرى، مرحبا هوني أسماء، ندو، مديحة، بونجور، قداش نحبكم، قداش محبة. بونجور ماما دليلة، ما تقولوليش مدام دليلة يا مريومة، أنا ماما دليلة، أنا أم التوانسة الكل وأم كل إنسان يا ربي يحب الخير لروحه ولغيره. ما تتفهموني علاش نحكي على الشيء هذايا، راني جو ديمار بشوية بشوية. دونك صباح الورد دادو ياسمين وداد نرمين، محلى اسمك نادية، أحلام محلى أساميكم ومحلى التوانسة ومحلى أشراف ومحلى حسيل. إن شاء الله نهاركم مبروك، نستناكم باش تزيدوا شوية في النومبر. عندي هوني 73 في الانستغرام وهوني عندي 47 في باج فيسبوك. سي با مال بور ديماري. الوغ اليوم باش نحكي، واخترت اني اليوم نهار 3 جانفي 2019 نسبا. عسلامة 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 إيمان، عسلامة، محلاكم محلاكم محلاكم. صباح الورد هلولة. شوف من بعد نجم ناخو سؤال ولا اثنين، إذا كان تحبوا تسألوني كي نقدم في الموضوع شوية تنجموا تسألوني، نجم نجاوبكم وإن شاء الله يا ربي نفيدوا بعضنا. وأنا قبل ما نبدأ الفيديو هذايا نحب نقول حاجة، نحب نقول اللي راهو ماما دليلة، أنا مانيش هوني باش نعلمكم حوايج جدد، حوايج اللي انا تو باش نقوله لكم الكل شيء تعرفوه راكم، كل شيء خرجتوا به من كرش امكم، كل شيء تعرفوه. اما شنية الاشكاليه هي ان الانسان كيف يدخل في متاهات الحياه، كيف يخلط ذاته وروحه مع عباد اخرين اللي مش نفس الطاقه، ينجم يتبلبص، ينجم ما عادش يفهم حياته، ينجم يتقلق. دونك الموضوع متاعنا يلزمنا نفهموا العمق متاعو اللي رانا الكلنا كيما ديما ماما دليلة تفكركم. انا هوني باش نفكركم، خاطر انا بدي نستحق شكون يفكرني شنية قيمة روحي، من انا. هذا الكل باش نتطرقوا عليه، معناها هذا الكل باش يكون موضوع اليوم. نحب اقول لكم حاجة، الناس الكلهم موضوعي اليوم اخترت انه يكون برمجة، اما مش برمجة كيما يبرمجوا الناس الكل، برمجة 2019. اليوم نهار 3 في الشهر، اليوم نهار 3 جانفي 2019، واضح ولا لا؟ به الناس الكلهم يقول لك اي عام جديد. ساعة اول حاجة نقول لكم عامكم مبروك، سامحوني نسيت ما قلت لكم، مش خاطر قلت لكم كتبت لكم في فيسبوك وفي انستغرام تمنيت لكم عام سعيد، اما توا اون ديريكت نقول لكم ان شاء الله عامكم مبروك، ان شاء الله 2019 يا ربي يكون مبروك عليكم، يكون الكل فرحه ومحبه وتسامح وسلم وسلام، يا امين يا رب العالمين. موضوعنا اليوم، الناس الكلهم في الحياه
برمجوا لسنة جديدة. عم ناول وقت اللي خرجنا من عام 2017 وبدينا عام 2018، الكلنا خممنا باش نبرمجوا عام جديد يكون مبروك علينا، ويكون نحطوا فيه أهداف، نحطوا فيه أهداف هكاية، واحد اثنين ثلاثة أهداف في حياتنا. نجم تكون الهدف متاعك السنة في عام 2019 يلزمني نلقى الزوج المناسب، يلزمني نتزوج، يلزمني نشري سيارة، ناوي على دار ربي كتبها لي إن شاء الله يا ربي، نبني دار، نشري دار، نشري بورتمان. كل إنسان تعدى من المرحلة هذه كيف من عام لعام يحط أهداف، هدف اثنين ثلاثة، ويقول مخرج العام إن شاء الله يا ربي عاوني أني نحقه. هذه الطريقة الكلاسيكية اللي الناس الكل تحط أهدافها، وأنا بيدي كنت منهم، كنت نحط أهدافي أني نحقق واحد اثنين ثلاثة. بيه ماما دليلة اليوم باش تعطيكم أهداف مخالفة تماما، ما هيش الأهداف متاعك المرة هذه. مش باش نقول لك لازمك تقول اني باش نشري سياره باش نكسب دار، هذاك الكل ما يجيك عزيزتي اللي تتفرج فيا، عزيزي اللي توا تتلقى في الفيديو هذيا، تنجم تحقق الاهداف هذيا، ما تنجم تحقق الاهداف هذيا الا ما تكون حققت اهداف عميقه، واهداف عميقه 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 جدا اللي توا باش نحكيو فيها. اليوم نحب تقول قراري نهار 3 في شهر 2019 جانفي 2019 قررت أني نحقق هدف ولا اثنين من اللي أنا توا باش نحكيو فيهم مع بعضنا، باش تعمل لي ستاج من اليوم، مازال بكري، مازلنا في أول أسبوع من عام جديد، باش تحقق لي هدف ولا اثنين. إذا كان حققتهم من هوني لثلاثة شهر ستة شهر جايين، قدرة ربي بحول الله، وانا متأكدة متأكدة كي تحقق لي هالهدف واحد اثنين وعاو باش نحكيو عليهم تويكا، اهدافك السيارة والمنزل والزوج المناسب والخدمة الجديدة اللي باش تجيك، العمل الجديد اللي باش يجيك، كلهم يجوك بسهولة تامة. ربي باش يسخرهم لك ويحضرهم لك على طبق ويعطيهم لك. علاش؟ هذا موضوعنا اليوم. شوقتكم شوية؟ أنا بيدي كنت ما نعرفش الأشياء هذية، كنت عايشة معني حياة عادية قبل ما ندخل لها العالم الجميل الجميل هذية. هو أتو نحكي لكم عليه، ما نحبش نسبق الأحداث، نخلي نكتشفوا مع بعضنا بشوية بشوية شنو ما الأهداف اللي انتوما باش تحقوهم من هوني لثلاثة شهور. أنا متحقة اللي كيف تاخو قرارك وتعزم أنك باش تغير هالأشياء هذوما، أهدافك كلها باش تتحقق. قلنا ماهوش سهل، أما فما خدمة كيف اللي باش يعمل سبور، باش يعمل ترينينغ، باش تعمل ستاج، باش تخدم بشوية بشوية على ستاج روحك، ستاج ذاتك، ستاج أنك باش تغير ما بنفسك. عام 2019 ماهوش هو باش يجي كيجري يقول لك هاني جيتك نجري، راني انا سنة باش نكون مبروك عليك يا 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 انسان، هاني سنة 2019 باش نكون مبروك عليك، باش نجيب لك السياره ونجيب لك المنزل ونجيب لك الخدمه الجديده. ماهوش هو باش يجيك، انت باش تجيب اكل عام 2019 وتقرر انه يكون هو عام جديد وعام انطلاقة جديدة وعام نجاح وعام مكسب جديد وعام متألق وعام أنك باش تبني فيه حياة جديدة. أنتي أمان، أنتي أنتي اللي باش تغير العام، ماهوش العام هو باش يجيب لك في طبق اللي أنتي تحب عليه، لا، أنتي باش تخلق في داخلك وتغير ذاتك من داخل باش نتائج أكل عام تاع 2019 تتغير. واضح ولا لا؟ هلوغ معايا تفهموا فيا؟ هنايا نخزر الورقه خاطر حضرتكم ميم ستركتور انا قبل ما نبدا الديريكت بتاعي. هلوغ فوالا ستركتور هذيا
قبل ما نزيد نغمق، خاطر انا ديما نمشي بالبروميير دوزيام ونبدا نسخن بشويه بشويه في المحاضرات نتاعي. قلنا وقال ربي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اكل عام هذايا نتاع 2019 ماهوش هو اللي باش كيما قلت لك باش هو يتغير باش يجيب لك اللي تحب عليه، دونك انت يلزمك تتغير. توا دخلنا في صلب الموضوع. امان باش نسالكم واللي حضروا معايا قبل في المحاضرات نتاعنا انا ونادره، باش نسالكم ونقول لكم عندي لكم زوج سؤالات، دو كويستيون زوج سؤالات اثنين. نبدا بالسؤال الاول وبعد استناوني السؤال الثاني، وتوا باش تبداو تركزوا معايا خاطر الاخر الكل تمهيد. السؤال الاول اللي انت توا تسمع فيها وماشي في بالك ان السياره صعيبه والمنزل صعيب والزوج المناسب صعيب والسعاده صعيبه والتسامح صعيب، باش نسالك سؤال، من انت اللي توا تتفرج فيا؟ شكونك انت؟ ليش ما تقولي شكونك انت؟ وانا كي واللي حضروا معانا في المحاضرات يعرفوا الجواب، شكونك انت؟ كيف نسالوا في المحاضرات ونقول لهم شكونك انت، برشا منهم يقولوا لي انا هاجر، انا فاطمه، انا خديجه، انا امراه متزوجه، انا ام، انا مهندسه، انا افوكات. به لحظه واحده خليني نشوف الجواب. Ce sont les mots que j'ai voulu entendre ce matin avant de commencer mes examens à partir de demain. Merci, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Bonne journée. نفخة من روح ربي، هاي جاتني إنسان وربي سخر له كل الكون. برافو، هاو جواب، هاهم أجوبة صحيحة، هاو اللي ما قراوهناش في المدرسة، هاو اللي ما قالوناش من أنا، أنا أمي ما قالتليش دليلة راك أنت معجزة من عند ربي، ما قالتليش أمي الله يرحمها وينعمها، ما قالتليش الكلام هذا أمي، ما قالتليش يا دليلة راك أنت. وهوني مرة يرحم والديها بنية جابت لي صورة من القرآن العظيم، جابت لي خرجت لي من صورة، قال الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا خارج من القرآن، من كتاب القرآن العظيم. يلي تسمع فيا كيف أنت، نذكرك ماما دليلة، جوست نذكرك راهو بكل بساطة راني أنا 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 كيفكم، أنا عبد، أما وقت اللي تعلمت أني نفكر روحي اللي أنا مانيش شوية، اللي أنا نفخة من عند ربي، اللي أنا روح ربي، ملك ربي، اللي أنا جيت من لا شيء وليت جسد وبعد باش نرجع لا شيء، باش نرجع الروح ترجع لربي. أكل فترة هذيك من حتى الزاد كلي ربي سخر قداش عمرك أنت باش تعيش، هو يعرف، هو وحده الله سبحانه وتعالى يعرف قداش احنا باش نعيشه. فكل فترة هذيك اللي أنت باش تعيشها اللي هي تتسمى حياة، يا هل ترى تعرف شكونك أنت؟ تعرف قيمتك؟ تعرف اللي فيك ركيزة كبيرة تنجم تنجز اللي تحب عليه؟ تعرف اللي أنت مكش شوية، اللي أنت قادرة أنك تبني حياتك وتقرر أنك هي حياتك ملكك، تقرر أنك حياتك تكون جميلة، ماهوش هوني ماما دليلة. نزيد باش نخرج شوية في الموضوع ونقول أمان يفضلكم، يفضلكم يرحم والديكم، يفضلكم يرحم والديكم، ما تخليش الآخرين يحكمولك في حياتك، حياتك ملكك، ملكك انت اللي تقرر شنو باش تعمل بيها، انت تقرر انك تنجحها، انت تقرر انك ما تخليش الاخرين يحكمولك في مشاعر متاعك وفي احاسيسك. نعرف تقولوا لي صعيب ماما دليلة انا نعيش مع بيت سلبيين، وقت اللي انت تتعلم هاو مع بعضنا باش نشوفوا بشويه بشويه شنو يلزمنا نعملوا في هالثلاثه شهور هذوما. انا نقولكم اخدموا لي على اخدموا لي ابداوا اخدموا لي على غدوه على غدا
خدم لي حسن لي غدوه، وبعد غدوه حسن لي، كل يوم تزيد تحسن روحك. من اجل شنو؟ من اجل انك تمنع ذاتك العزيزه. انت نفخه من عند ربي، تحقرش روحك، قول انك تستاهل كل خير. خلنا نقرأ. انا روح ربي العزيزة الغالية، حمد لله يا ربي، حمد لله اللي بدات العباد تتغير، حمد لله. وهذاك الكل كتبنا عليه برشا، راهو في الكتاب نتاعنا انا ونادرة، كتاب ابخوند غايمي، برشا ناس حمد لله. وانا فرحانة اللي فريمون قاعدين نغيروا في نظريات ربي. ربي ربي العمر ولا كان رعب، ربي عمر ولا كان غول يستنى باش يعمل لنا حاجة خايبة. الله يحبك، الله يعزك. علاش؟ على خاطر فيك من نفخه منه هو. ما ظهر ليش كان يحب لك الشر، ربي يحب لك الخير، يحب لك الفرحه، يحب لك النجاح. تبقى انت عز الروح نتاعو، حبها وي وي، حبها وتصالح معها وخوث. مع توا باش نبداو ندخلوا في الفاعليه، قبل ما نسالكم السؤال الثاني، مطلوب منك اللي انت تتفرج فيها تويكا، كي تحب تبني عام 2019 مزيان، شد الحقيبه نتاع الماضي نتاعك، لافاليزك، الفليجه القديمه، الحقيبه اللي فيها السلبيات اللي قالوهم لك. قالوا لنا برشا سلبيات، سمعنا بوذنا هذه برشا سلبيات، حسينا برشا سلبيات. السلبيات هي اللي قاعده تعرق لنا في المصير نتاعنا، وتعرق لنا في حياتنا، خاطر احنا عندنا بلوكاج عندنا كبال، انا نسميه كيفك الكبال نتاع السياره، كبال نتاع افكار سلبيه، نتاع حوايج يعرقلوا لنا في حياتنا ما يخليوناش نقدموا. خوذك العراقيل نتاعك الكل، نطلب منك تويكا تاخذ ورقه وقلم وتحط شنو من شنو تخاف. اكتب لي من شنو تخاف، شنو تخاف، من شنو اللي عرقل فيك، اكتبوا وتنقول لكم بعد شنو اللي تعملك. العراقيل كلهم اكتبهم وحطهم في حقيبة، في فليجة، في فليجة، وتخيل روحك هزيتك الفليجة هذيك ومشيت لأكبر أوسيان، أكبر بحر، أكبر محيط، ورميتها كل حقيبة هذيك، وقلت لها ما نكرهكش يا ماضي، ما نحقدش عليك يا ماضي، ما نحقدش على العباد اللي كبلوني، أما كلهم نحطهم في فليجة ونبعثهم في المحيط الأطلسي، في المحيط الهندي، أبعثهم بعيد عليك. وتخيل أني أنت ارتحت، واو، كان كبال على ظهري، كنت تعبة نفسانيا، كنت نهز في فليجة كلها سلبيات، كنت نهز في فليجة كلها عراقيل، ارتحت منهم. كانوا أفكار سلبية، كانت فيها داتا، فيها ديزانفورماسيون، فيها عراقيل، هي أفكار، راهي كلها مجرد أفكار، مجرد أفكار معرقلت لك حياتك. حطهم في فليجة وأبعثهم للوسيون. هذه أول حاجة تعملها فهل من غدوة، من غدوة أبدأ أخدم من اليوم. قول ماما دليلة، ونعرفش قد نقول ماما دليلة قالت لي حط الماضي متاعك، ما تتغشش عليه، اقبلوا الماضي متاعك مهما كان نوعه، مزيان، متوسط، سيء، حطوا في فليجة وأبعثوا في المحيط، في البحر، في أي بقعة، وارتاح. واضح؟ هذاك شنو اللي يلزمك تعمل، هذاك اش عندك ما تعمل. علاش؟ على خاطر روح ربي اللي فيك الطاهرة النقية الجميلة اللي تحب تفرح، ما تحبش تكون معرقلة. وديما نقول خصوصية من خصوصيات الروح، ماما دليلة تقولك الروح راهي تحب تطير، تحب تجنح، تحب الحرية، تحب تفرح، تحب تكون مش معرقلة، تحب أنها تطير، تحب تنجز، تحب ما تحقروش روحك، كمان ما تحقرو ليش روحكم. أمان، لحظة واحدة معايا باش نشوفكم شنو قاعدين تتواصلوا معايا بالكدا ولا لا، لو سمحتم سامحوني في نفس الوقت نشرب شربة ماء. كيف أضع الوضع الصحي في حقيبة وأرميه؟ كيف أضع أهلي؟ كيف أضع ماضي ما زال مقيدا بالحاضر؟ به لحظة هني باش نجاوك. بونجور ماما دليلة، تي أن أمور دو فام، ميرسي على في دو تافوار مي أما. عايشك من 2001 وانت تبع فيا بوسة،
رادة راشا محلاك يا روضة، نحبك برشا، حتى أنا نحبك وتوحشتك برشا يا رادة. روضة نحبك برشا. ما هو سبب التثاؤب؟ شنو التثاؤب الرهيب في الوقت الحالي؟ بونجور ماما دليلة، vous venez quand à Paris nous donner une conférence. ميل برافو ياسمين. الخوف من حاجات مربوطة بالمونتوراج ما نجمش نفسخو فاسيلما. اتو نجاوبكمش نجاوبكم راه كي نسمعك نرتاح. الله يبارك لك، الله يبارك لكم انتوما محلاكم. ميرسي جو تيم. نخاف من الفشل، احلامي ما تتحققش. لطف عليك، لاباس لاباس. اسمع كلام ماما دليلة تربح. تعرفوني قداش نحب لكم الخير، تعرفوني قداش نحب لكم الخير، تعرفوني قداش انا حريصة انكم تنجحوا حياتكم، انكم تفرحوا. ما تخلونيش خاطر راني نتاثر برشا بالمساجات نتاعكم. Alors, une demande pour participer à votre vidéo. Beh, to نرجع لكم شوية. صباح النور ماما دليلة، نحبك برشا، نحبك محلاكم. باهي فاطمة، كيفاش نحقق طموحاتي؟ هاو باش نجاوبكم. كي نحبك برشا ماما دليلة، جو تادور ما شيري، حتى انا نحبكم. الوغ دارينا هندا، وانتي بالالف خير ماما دليلة، قلبك طيب يا غالية. عباد سلبيين، كيفاش نتخلصوا منهم بطريقة راقية من غير مشاكل؟ هذا الكل راهو نقرا فيهم. انا ديما تعب. اللطف عليك كوثر، اللطف عليك. باهي باهي. طب هاني معانا ما بعضنا، انا ما بعضنا. الوغ نخاف كان ما نوصلش للحاجه اللي نحبها من بعد انا محظوظة وربي اني نتبع الاشاك كما لو سورمونتي. جو تام. فهمت ابو بري سؤالات نتاعكم. سألتكم سؤال الاولاني وقلت لكم من انت يا حبيبتي اللي تتفرج فيه، شكون انت؟ جاوبني. قلنا وبرشا جاوبوا بصحيح، وذيا ولينا فريمون نحبوا نغيروا عقليات العباد. انت روح مقدسة، ملك الله سبحانه وتعالى. نعودها لك، انت اللي تتفرج فيا، وانا وراجلي وولدي وبنتي والعباد اللي في الشارع كلهم هما ناسين. they forget، ناسين اللي هما روح مقدسة نتاع ربي، ملك ربي سبحانه وتعالى. انت اللي تسمع فيا توا، لو كان من الدقيقة هذه، من اللحظة هذه تعرف قيمة ذاتك وتقول أنا مانيش شوية، أنا نفخة من عند ربي، يلزمني رد بالي عليها ويلزمني ما نسمح لحتى بشر يحكم لي في حياتي ويبدل لي يمثلي الروح متاعي. روحك هي أحساسك، هي روحك، روحك هي العقل الباطني، هي روحك، هي البصمة الجميلة اللي ربي حطها فيك. أنا نسألك سؤال، علاش ما فطناش وما قروناش في المدرسة اللي يلزمنا نستحفظوا على كذات متاعنا ويلزمنا نزهيوها ونفرحوها ونبتسمولها ونبرمجوها من الصباح؟ ماما دليلة تقولك سهل برشا العملية أنك تتعلم تبرمج ذاتك العزيزة من الصباح. هذية توا تقنية من التقنيات مرايتي ماما دليلة. عمري ولا مبطل بتقولوا ماما دليلة دي ما تحكي في بالمراية وتصالح مع الذات. إيه نعم إنعم، نتحمل مسؤوليتي ونقول ماما دليلة هذه الانطلاقة الأولانية، أنك كل يوم عصباح تاخذ المراية وتخزر العينيك لك النقطة الكحلة وتصبح على روحك وتقول يا روحي الغالية راني نحبك، راك أنت تستاهل كل خير، راني مسامحتك، راك أنت امرأة وإلا راك أنت رجل متألق وناجح وفرحان، وأنا من اليوم ما نسمح لحتى بشر أنه يأثر لي على حياتي. دايوغ مرة من المرات كتبت مقولة باش نحاول نتفكرها، كتبتها باللغة الفرنسية. celui qui veut rater sa vie
Ah, si tu veux rater ta vie, fais tout pour plaire aux autres. Si tu veux rater ta vie, fais tout pour plaire aux autres. Il a qu'un tchèb anti, t'koun insan fashion. Smaouni, il a qu'un anti tchèb t'koun insan fashion fi hiyatek. خلي الناس الكل تحكم لك في حياتك، واضحة ولا؟ خلي الناس الكل تدخل لك في حياتك وتحكم لك في حياتك، وقتها انت متحقق اللي ماخذ شهادة في الفشل، واضح؟ وقتها تولي عندك شهادة مزيانة اسمها شهادة فشل، شهادة فشل حياتي. علاش؟ على خاطر هوني باش نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي انا باش نساله لك، السؤال الاول هو من انت، وجاوبت بكلكم بصحيح انا نفخه من عند ربي. هوني السؤال الثاني اللي باش نساله لك، اسمعوني مليح وبربي كان عجبتكم الفيديو عاودوا تفرجوا فيها، خاطر غدوه باش نحطها في غدوه باش تتحط في شان يوتيوب. السؤال الثاني هو، وجاو حاول جاوبني بكل صدق وباش نحاول نسمع جوابات نتاعكم. السؤال الاول هو من انت، وجاوبتوني برشا جاوبوني بصحيح، انت نفخه من عند ربي مقدسه. السؤال الثاني هو ماذا تملك، يلي انت توا تسمع فيا شنو تملك انت توا، علاش ما تقولي شنو قاعد، شنو تملك في هالحياه هذه، شنو تملك، كاسكو تو بوسيد، What do you own? What do you own? شنو اللي تملك انت حبيبي اللي تسمع فيا، حبيبتي يا روحي يا غالية، يا روحي يا غالية اللي توا تسمع فيا، ينقل لك روحي، خاطر انا وانتي فرد عبد، روح ربي هي واحدة، الله احد، الله واحد، على ذلك نقول لك يا روحي، انا روحي وروحك فرد روح، ماذا تملك؟ وسهلت لكم هذا الجواب. توا باش نحط مراياتي وباش نسمع الجواب نتاعكم. ماما دليلة، vous êtes toujours magnifique avec beaucoup de positivité, merci. عقل وقلب، انت حبيبتي نحبك برشا، courage, patience, volonté، انت اثمن ما املك نفسي. هذه جاوبتني واحدة اسمها نبولة أثمن ما أملك نفسي. الجواب صحيح، وروح، أنا نفس وروح، القلب كبير، نفس وروح، جي اون آم، روحي وصحتي وضحكتي وحبي لروحي، برافو، والله العظيم، والله صدقوني نملك روحي وثقتي بنفسي، قاعدة نقرأ، نملك روحي وأحلامي وطموحاتي وأفكاري، mon âme et ma passion، هذو نقرأ في الجواب نتاعكم، je possède plusieurs atouts et qualités et compétences، نملك روحي، روح ربي، moi-même، برشا نعم البصر، ونملك الصحة اللي هي نعمة من عند ربي، نملك روحي وعقلي، قلبي ذاتي، tu me remontes toujours le moral، merci، ذاتي العزيزة الغالية، moi، اسمي، la volonté، أهداف، أحلام، أنا نملك روحي. أحلى جواب هو أنا نملك روحي. مش نحب نقرأ لكم هنايا، تعرفوني ديما نكتب، ديما نكتب، نحب الكتابة برشا برشا برشا، إن شاء الله يا ربي كتابنا الثاني إن شاء الله يا ربي يكون كمالة للكتاب الأولاني. احنا فرحانين، أنا ونادرة فرحانين برشا برشا برشا، هوني بين قوسين نستغل الفرصة نقولكم زاد الكتاب بالعربي قريب يخرج، أبخوندغ أيمي، نحب ولا نعرف كيف نحب، توم قريب يخرج بالعربي، أما نحب نقولكم شنو كتبت. ماذا أملك؟ نقرأ لكم شنو كتبت، هذه خرجت لي من قلبي. أنت تملك اللي تسمع فيا، وأنا زادة، وراجلك ولدك وبنتك، أنت تملك قصر عظيم، أنت تملك مملكة عظيمة ومقدسة،
هي مملكة ذاتك العزيزة والمقدسة. حين تذهب إلى هذا المكان حين تذهب إلى هذا المكان المحترم والمقدس اللي هو ذاتك العزيزة، وتقضي فيه 85% من الوقت متاعك، 85% من الوقت متاعك، وقتها تنجم تقدر تقول أنك مسيطر على حياتك. Tu maîtrises ta vie. تولي أنت القائد القوي والقوي ربي، القائد نمبر وان في حياتك. نعودها لكم، أنت تملك قصر عظيم، ما تملك شيء من الدنيا هذه، راه ما نهزين معانا للقبر حتى شيء، الحياة قصيرة، ما نهزين معانا حتى شيء، خارجين ماشيين للدنيا الأخرى يدينا فارغة. أما في هالوقت فترة اللي احنا نعيشوها، أنا نملك حاجة عظيمة والعظيم ربي، نملك حاجة واحدة، وقت اللي نتعلم نسيطر عليها كل حاجة اللي أنا نملكها في هالفترة هذه اللي أنا نعيشها، وقتها نتسمى دليلة نجحت حياتها، وأنت اللي تتفرج فيها تتسمى نجحت حياتك. أنت تملك قصر عظيم، قصر من ذهب، أنت تملك مملكة عظيمة ومقدسة، مقدسة اسمعوني، كلمة مقدسة معناها sacred، sacré، هي مملكة ذاتك العزيزة والمقدسة. حين تذهب إلى هذا المكان المحترم والمقدس وتقضي فيه 85% من الوقت متاعك، تقدر وقتها أنك تقول أني أنا أسيطر على حياتي. ما تنجمش تسيطر على حياتك وقت اللي أنت لاهي بحياة الآخرين، لاهي بمشاكل العالم، لاهي تنقد. اسمعوني تاو، شنو باش نقول لكم تاو، باش ندخل في الكوتي براتيك، في الكوتي اللي باش ينجح لكم حياتكم. أمان من تويكا، من اللحظة هذه يفرحك، يفرحك اللي تسمع فيا. توا باش ندخل في الكوتي براتيك نتاع ماما دليله. تحب تملك سيارة، تحب تملك دار جديده، تحب تملك ذاتك، تحب تملك زوج يسعدك، تحب تملك اي حاجه تنجم تملكها، راك كل حاجه تنجم تملكها، ما فما شرط انك تفيق اللي تكسب روح جميله ملكك انت، روح مقدسه ما تخلي حتى حد يلعب لك بها، لا زوجك ولا بنتك ولا أختك ولا زميلك ولا زميلتك، حتى بشر ما يدخل لك المكان المقدس اللي هو روحك اللي هو ذاتك العزيزة. دونك عندك شروط. الشرط الأولاني، الشرط الأولاني أنك تدخل لك المكان الجميل. ربي قال لك عوض الشكوى، ما عادش تتشكوى، ما عادش تتشكى الشكوى، كان الرب سبحانه وتعالى ما عادش تتشكى للعباد الأخرين، عوض الشكوى بكلمة واحدة، الحمد لله. gratitude is everything in life. لا gratitude هي كل شيء في الحياة. في عوض تتشكى، أنا ما نجمش، أنا ما عنديش، الدنيا صعيبة، العباد اللي نعيش معهم سلبيين، فدوني، قلقوني، زميلتي قلقتني، أمي فدتني، زوجي قلقني. عوض كلمة الشكوى بكلمة واحدة، الحمد لله. هذاك شنو عندك تعمل؟ راهو ماما دليل نعطيكم في طرق بسيطة، وانا نموت على نحب برشا ومغرومة بس اني نبسط الحياة. ما تصعبش حياتك، بسطها حياتك. في عوض تجي تتشك من اليوم، من اليوم مانيش نفدلكم، ماكم تحبوا تمشوا حياتكم، ماكم تحبوا تنطلقوا في حياة جديدة، ماكم تحبوا تسعدوا توليوا سعداء وتعطيوا السعادة لأولادكم اللي هما أعز حاجة في الدنيا عنا هي أولادنا، نحبوا نسعدوهم. دونك أول عبد نسعده هو ذاتي، يلزمني من اليوم نعوض الشكوى بكلمة الحمد لله. سي تو سي سامبل كو سا، اتس فيري سامبل، حاجة بسيطة جدا. من اليوم خذ قرارك، حياتي باش نعوض. ماما دليلة قالت لي عوض الشكوى بكلمة الحمد لله. صعيبة؟ خليني نشوف شنو قلتولي، خاطر من بعد باش نعطيكم مفتاح ثاني. داكوغ، نحبك ماما دليلة، الحمد لله نحبك، الحمد لله.
سميرة الجيري لو ليفغ أبخوندغ أيميها، جايكم جايينكم الجزائر راهو نهار 31 جانفي أنا ونادرة موجودين في الجزائر في الجي في العاصمة. عندنا كلمة باش نقولوها في الجزائر، وباش نهزو نجيبو لكم شوية كتب أبخوندغ أيمي. ألوغ تو تافي الحمد لله على كل شيء، سهلة برشا، بس ما قالت لي سهلة برشا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ماما دليلة أنا مغرومة برشا بالتنمية البشرية، كيفاش نتوسع في هذا المجال؟ به سؤال جاء في وقته، خطر احنا تويكا أسسنا حاجة اسمها مدرسة الحياة، وباش نوليو وعنا ديجا شهادة انترناشونال اللي احنا نجمو نقريو هذايا ونعطيوكم الشهادات. تبعونا دو توت فاسون، تنجمو تبعونا بانستغرام وعندنا برشا حاجه حوايج مزيانين باش نقولوهم لكم سوربريز، خليهم باش يجيو في وقتهم في الشهر هذايا بحول الله. عندنا برشا حوايج مزيانين باش نوليو نقريو هبطه ونعطيوكم شهادة معناها مستعرف بها عالميا في مجال مدرسة الحياة، أما بالطريقة متاعنا احنا الطريقة السهلة. ماما دليلة تقولكم السهلة الممتنع، أنا نحب برشا نبسط الأمور، ما نحبش شكون يعقد الأمور، نحب ماما دليلة تحب تبسط لكم الأمور وتقول لكم راكم تستاهلوا كل خير. به ألوغ صحيح ماما دليلة، الشكوى ما تجيب كان المشاكل راه. الحمد لله رب العالمين، يسترك ربي يفضلكم الكل، محلاكم محلاكم ماما دليلة. نحب وقتاش في سوسة، مازلنا كيف عملنا حاجة في سوسة، كنا في مستير الجمعة الأخرى الحمد لله. برافو، دونك متفاهمين احنا توا، متفاهمين فاهمين من اليوم اللي تشاهد فيها من اليوم، وحتى وقت تتفرج فيه مدايه تتفرجوا فيه بتدخل مرة أخرى تعطيه لأصحابكم يتفرجوا فيه اللايف هذايا. قلهم اليوم القرار خذيته أني أعوض الشكوى بكلمة بسيطة اسمها فيها اسم ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله. وهذا في ديننا راه، أما احنا نقولوا الحمد لله بشفاف. ماما دليلة تقول لك قولها بالإحساس، قولها بالإحساس. في عوض تتشكى أو في عوض تتشكى ادخل لذاتك وقول الحمد لله عندي روح جميلة مقدسة. صعيبة؟ I love you. صعيبة؟ باهي. قلبي موجوع من إنسان عزيز عليا. باهي، أما نجبدوا لي البريز على العباد الآخرين، بدل روحك تو العباد الآخرين يتبدلوا. شقال غاندي؟ Be the change you want to see in the world. كون أنت التغيير اللي تحب تشوف عند الآخر. كون أنت التغيير اللي تحب تشوفه عند الآخرين. واضح؟ دونك سألتكم في الحصة باش نعمل ريكاب في الحصة هذه، قلت لكم سألتكم زوج سؤالات، من أنت؟ جاوبتوني بصحيح، قلتوا لي أنا روح ربي مقدسة متاع ربي. اثنين قلت لك ماذا تملك، ولكلكم برشا أنا فرحانة بتلمذتي برشا جاوبتوني وقلتوا لي أنا روح ربي. إنعم أنت روح ربي المقدسة، فيق بها وأسترها وحبها وقلها كلام جميل. تنقول لكم الجمعة جاية بقدر ربي إن شاء الله يا ربي، عندي الكوراج أني كل نهار خميس باش نغير الوقت، ما عادش العشرة ونص بكري شوية، العشرة ونص نولي لحداش حتى للول تقريبا نعمل لكم ديريكت لايف. السؤال الثاني جاوبته بصحيح، قلتوا لي أنا روح ربي المقدسة باش ترد بالك عليها وتحبها وتصونها وتعزها. وعطيتكم قلت لكم تقنية سهلة برشا أنك تعوض، كي تحب أنت تكسب وتبدل حياتك تعوض الشكوى بكلمة الحمد لله اللي هي حاجة سهلة على الأخر وباش تعطيكم نتائج رهيبة في حياتك. الحاجة الثانية اللي نحب نعطيها لكم اليوم وتتعلمها تكون درس جديد في حياتكم، يفرحك يفرحك ربي يعطيك ما تتمنى اللي أنت تتفرج فيها. نحبك تتعلم ما عادش تقارن روحك بحتى بشر فوق الأرض. نعود لك، ما عادش نحبك تقارن روحك بحتى بشر فوق الأرض. قلتها لكم بكري، إذا كانت تحب تفشل في حياتك وتاخذ شهادة فيها اسمها شهادة فشل، si tu veux rater sa vie fais tout pour plaire aux autres. إذا كان تحب تفشل في حاجة في حياتك
اعجب العباد الاخرين وانسى روح ربي اللي فيك. انا توا نقول لك عندك روح مقدسه متشبه لحد حد، اوريجينال اوريجينال يونيك، معناها روح مميزه ربي عطاها لك. قال لك تلهى بها وراك انا خلقتك، الروح نتاعك متشبه لحد روح، راك انت انسان مميز، راك انا عطيتك حوايج اللي ما عطيتهمش لغيرك، راك عندك بصمه كيما بطاقه تعريف تعمل بصمه نتاعك، عندك بصمه مميزه اسمها روحك الخاصه بيك. ما تهملهاش، ما تعطيهاش لعبه للعباد الاخرين، صونها عزها حبها طمنها. هذا هو، هذا ان شاء الله يا ربي اللي باش يكون موضوعنا الجمعه الجايه، باش نقول لكم نعطيكم تاكيدات الجمعه الجايه اللي باش تكتبوهم وباش تستعملوهم لبرمجه جديده في حياتكم. دونك الحاجه الثانيه اللي تقول لكم ماما دليله، ما عادش تقارن روحك لا باختك لا بخوك لا بعمك لا ببوك لا بزميلتك. انت حاجه رائعه، انت عندك بصمه رائعه، انت عندك ذات رائعه، انت عندك ذات عزيزه، انت عندك روح عزيزه، حبها وبرمجها وابتسملها وفرحها وقلها كلام لذيذ. قلنا هذا الكل باش يكون ان شاء الله يا ربي الاسبوع الجاي باش نعمل لكم ليستة كاملة، ليستة متاع التأكيدات اللي كي تكتبهم وتحاول تسمعهم يوميا قبل ما ترقد يرسخولك في عقلك الباطني. هذا ان شاء الله باش يكون موضوعنا المرة الجاية. دونك التقنية الثانية، كل ما تحب ولا انتم اللي تسمعوا فيها كان عندكم صغار عمرك ولا تقارنوا بخوه ولا بأخته، راهو حتى حد ما يشبه لحد، روح عبد ما تشبه حتى روح ما تشبه للأخرى، واضح ولا لا؟ دونك ما عادش تتشكى وما عادش تقارن روحك بغيرك. تو باش نشوف الكومنتير نتاعكم، هذوما هما راه اليوم نخدمنا على زوز، على من الاول سالتكم زوج سؤالات وجاوبتوا بصحيح، قلت لك من انت وقلت لك ماذا تملك، تملك روحك العزيزه. وكان عجبكم الفيديو عاودوا باش نحطوه في الشان يوتيوب نتاع ماما دليله. دونك وثاني حاجه قلت لكم ما عادش تتشكى وما عادش تقارن روحك بغيرك. باه الوغ ce que vous pensez de la citation on ne peut pas avoir tout. Allez, on peut tout avoir. قالت لي شنو رايك في هالسيتاسيون اللي اون بو با، لا هذيك قناعه عطتها لك عمتك وجدتك وامك وبوك وخالتك وجارتك. لا، ربي خلقك فيك روح جميله باش تحقق اللي انت تحب عليه وتعيش سعيده. تو بو نجم تنجز برشا مجالات من حياتك، ممكن يسوفيك تنحي الكبالة اللي عندك وتتصالح مع روحك. ماما دليلة راني نحكي ياسر على التصالح مع الروح. ألوغ فينالمون فيسبوك غلبوا انستغرام، سامحوني هنا باش نجاوب، لا مانيش باش نجاوب، جاني تليفون تو نجاوب من بعد. كيفاش نتخلص من اللاواعي اللي ديما هاو قلت لك بالتاكيدات قريتك كتاب ربي هل تسالوا فيا كيفاش نتخلص من اللاواعي؟ حاول اقرا الكتاب نتاعنا بخوند غايمي، فيه شابيتر كامل على فيه في بالكم اللي فيه تاكيدات الكتاب نتاعنا، وهوني فما شابيتر كامل حكينا عليه على برمجه العقل الباطني وبرمجه جميله جدا معناها سيانتيفيكمون بروفي معناها اللي نقوله لكم. Beaucoup de mal malgré ta gentillesse. Aman, on est à faire ma wahda qatli kan abd yujak w enti nes mlah w abd yujak. Taraf alach yujak fik howa al khatrak enti nes mlah ma nes el kol illa ma rouhak. Tout simplement. Abd daka fiq bik. Donc halas alik nqolou ahna bel tunsi. La, kun gentil ma rouhak awalan w thaniyan w thalithan w rabi'an. OK? Kun gentil ma rouhak. Farah rouhak. Zahi rouhak. Ati bizou rouhak. حب روحك بطريقة صحيحة، قدر ذاتك العزيزة، فيق اللي أنت عندك روح جميلة، فيق اللي أنت بصمة من عند ربي، فيك حاجة أوريجينال، حاجة ما تشبه لحد، واضح؟ ما تخليش العباد، إلا كان العباد تقلقك سيكو أنت قلقت روحك. أنا في النمسا، كيف ممكن أحصل على الكتاب؟ الكتاب بيانتو باش يولي يتباع في أمازون، تري بيانتو. Maman Dalila, merci pour tes précieux conseils. J'ai vraiment besoin, j'en ai vraiment besoin ces derniers jours. Samahni, le kitab موجود في كامل المكتبات. نعم. Merci beaucoup. Bravo Maman Dalila. Mahlakom hasilo, mahsakom mahlakom. Bahi, توا يظهر لي اللايف ما نحبش يكون طويل برشا باش هكاك يقعد لكم يوليو معناها بسهوله تتفرجوا فيه باللايف هذايا راه باش نحطوا في الشان يوتيوب نتاعنا.
بربي حطوا مشيو لشان يوتيوب نتاع ماما دليله ونادره وحطوا كل كلوش هذاك باش نوليو خاطر ديما باش نوليو نحط لكم دي فيديو كل ما نعمل فيديو جديده معناها حط جيم لشان يوتيوب وحط كل كلوش باش نولي كي نعمل لكم حاجه جديده تجيكم اللي انا عملت لكم تجيكم سينيال اللي انا عملت لكم حاجه جديده وان شاء الله يا ربي كل نهار خميس كيما كنت نمشي للاذاعه كل نهار خميس تا باش نولي ونعمل لكم ان شاء الله يا ربي ان ديريكت سور فيسبوك اي سور انستغرام كيفاش نتخلصوا من الحشمه تبعني تبعنا واحضروا معانا حقا راهو عندي بون نوفيل للي تبعوا فينا رانا جايين بقدره ربي لصفاقس نهار 26 جانفي باش نجيو نعملوا محاضره ثلاثه سوايع في اوتيل مزيان برشا والله تنقل نحط لكم اسمه من ماضي 3 ل 6 نتاع العشيه باش نعملوا محاضره انا ونادره في صفاقس بحول الله واول مره يمكن باش نمشيو لصفاقس نعملوا محاضره بثلاثه سوايع احنا مطلوبين برشا طلبونا برشا برشا في صفاقس ونغتنم الفرصه ونعطي بيزو بيزو كبير كبير وبرشا محبه كل اصدقائنا في صفاقس ونقول لهم رانا نحبوكم برشا ورانا جايين وان شاء الله يا ربي نهار 31 جانفي باش نبداو موجودين في الجي انا ونادره بحول الله بحول الله السميع العليم وباش نمشيو زادا وكان تحبوا تمشيو معنا لتركيا رانا ماشيين لتركيا من نهار 4 ل 8 فيفري باش نمشيو نعملوا رحله وغاديك باش نعملوا يوغا دوغيغ وهوني قررت راني باش نرجع اون بلان لليوغا دوغيغ خاطر فطنت في المحاضرات نتاعنا دايوغ في صفاقس وفي الجزائر وفي تركيا اي تو سا باش نعملوا برشا برشا يوغا دوغيغ خاطر يوغا دوغيغ لافتر يوغا يوغا الضحك باش يخليك تتخلص من هالمشاكل اللي انتوما كلكم تحكيوا لي عليها مشاكل اللي يقلقوكم الكلكم معناها عم كبلينكم في الجسد نتاعكم باش تتخلصوا منهم باليوغا دوغيغ داكور فوالا نقول لكم نعطيكم بوسه بوسه كبيره ونقول لكم راني نحبكم برشا ورانا الكلنا روح ربي بربي تونس ناقصه برشا محبه والعالم ناقص برشا محبه نحبوا ذاتنا العزيزه نقدروا ذاتنا العزيزه فاقد الشيء لا يعطيه ما تنجمش تحب غيرك الا كانك انت ما تقدرش وتحب روحك دونك حبوا رواحكم اول حاجه برمج روحك بالايجابي وتابعوني الاسبوع الجاي باش نعطيكم ليستا كامله نتاع التاكيدات اللي باش تعملوهم تستعملوهم كل يوم باش طاقتكم تعلى وتوليو تقدروا ذاتكم العزيزه وتحبوا ذاتكم باش تنجموا تعطيوا المحبه لغيركم فاقد الشيء لا يعطي ان شاء الله ما طولتش عليكم نتمنى لكم نهار سعيد نتمنى لكم عام سعيد وراني نعطيكم نبعث لكم من قلبي برشا محبه ونحبكم برشا نحبكم كيما وليداتي وان شاء الله الميساج وصل لكم وان شاء الله المحبه من قلبي خرجت ووصلت لكم وصلت لقلوبكم بيزو بيزو ونحبكم برشا والى اللقاء باش نخزر شويه ونسكر وقتاش يوغا دوغيغ على مرسى نحب نعرف شكون شنو لوتيل به لوتيل تبعونا والله شكون ينجم يقول لي لا لا لحظات ما تمشيش دخل نادرة قبل نادرة تحب تدخل نادرة به اطلبني نادرة في اللايف نادرة نادرة كانك تسمع فيا ادخل معايا في اللايف كيفاش نادرة 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 ميسالش مرة نادرة قالت ميسالش مرة اخرى اوتيل بلازا اوتيل بلازا فوالا في صفاقس في اوتيل بلازا الوغ نادرة تقولك نادرة الحمد لله تدخل نادرة تحب تدخل باهي كيفاش تدخل نادرة قولي كيفاش انا ماك تعرفني راني انا والتكنولوجيا اكسبت موا اوكي اكسبت موا فيديو اون ديريكت افي اجوتي نادرة كومونسي تري بيان هاي باش تدخل معاكم نادرة بالشفاء دليلة ريت قداش نحبها دليلة تشرب شربة ما نقولها بالشفاء En attente de. Bonjour, bonjour Nedra. Je n'ai pas
لاباس. يقولوا لك داخل داخل نيزرة، اي اي عاقلي معك. مش محب، ما عرفتش راني، ما عرفتش وما فهمتش شو حاسيلو. مرحبا بيك نادرة. مفيدة تراو فيها الدواء. اي محلاها التكنولوجيا يا ماماتي، محلاها والله التكنولوجيا. شفت شفت، اي الحمد لله يا ربي. اش تحب تقول لهم نادرة؟ برشا محبة راهو هوني. نقول لك كنت نسمع فيكم ديجا، حبيت اقول لكم خساره قبيلي عملت لكم لايف محليه محليه على اهداف 2019، وعلاش اغلب الناس ما توصلش تحقق اهدافها، على خاطر لازمها تطهر قلبها، لازم قلبها يكون نظيف، لازمها تبعد عليها كل المشتتات اللي هما النقد على الغير، الكره، النميمه، كل الحاجات السلبيه اللي فينا لازم نطهروها من قلوبنا. وحكيت عليه الموضوع وخساره ما تحبش تبارتاج اللايف، ما عرفش ماما كانت تسمع فيا، معناتها نحب هكا نعرج عليه موضوع صغير خاطر مهم على الاخر. نعرف لي اغلب الناس تقول كتبت اهدافي وخططت لهم وحطيتهم فوق ورقه، وماذا بيا نقل من الدار، وماذا بيا نبدل الكرم، وماذا بيا شهريه من خير، وماذا بيا نعرف، وماذا بيا نجيح، وماذا بيا وماذا بيا. يلقاو روحهم ما حقوا حتى شيء من هدايا. علاش؟ على خاطر ماشي في بالهم اني جوست اني نكتب اهدافي واني جو باس على اكسيون، معناتها كل شيء باش يتحقق. لا، لازم هذا طاهر، لازم القلب طاهر، لازم تكون الانرجي نتاعك نظيفه باش يركز عليها الخير والرزق وكل الحاجات الباهيه. خلي عليك، ابعد من صوت الايجو، من صوت الكبر اللي ديما يحبك تنقد، اللي يحب تحكي في غيرك، اللي يحبك تعطي رايك في كل شيء، اللي يخليك تحسين روحك لازمك تقارن روحك بالناس الاخرين، اللي يخليك تحسين لازمك تحطم الناس الناجحه باش انت تنجح. هذاك السخ الكل اللي في قلبك صدقوني هو اللي يبعد عليك البركه، هو اللي ما يخليش الخير يركز عليك، هو اللي يبعد عليك كل حاجه ايجابيه، خاطر تقدر نظيفه ما تنجمش تركز على حاجات من نوع هذايا. دونك ميساجي لكم انتم اليوم ونسهل لكم الطريق على الاخر، والله صدقوني نحكي لكم عن تجربه. فمك بخيط بالابره والخيط، كل كلمه تجي تتفواها قول اش باش تزيدني، اش باش تضيف لي، نركب في ذنب على روحي، نركب في حاجه معناها باش تعرقلني، باش تمتص الانرجي نتاعي فيما لا يعني. ربي ما حد حتى حد وكيل على حتى حد، كل واحد له بطريقه. عيش وخلي الناس تعيش، ركز على طريقك، افرح الخير اللي جاي لغيرك، الخير يجيك لك انت، افرح لجارك والخير يجيك لك انت، صدقني ويدخل لك لدارك. تو يونيك، ما تقارن روحك بحد حد، خلي قلبك نظيف، اترعبت فرحان افرح له، ويا ربي يعطي ما يتمنى، توك اللي دعيته بالخير يرجع لك لك انت. والله العظيم، والله العظيم لا غوسيت بيسام، تلقاهم هذوما الكل ربي وصانا عليهم، معناها قال لك عليكم انفسكم، قال لك ما تتكلفليش في عبادي، قال لك اخي الذنب تعمل على روحك، الكلام في ظهر الناس، الحقد، الغيره. دونك انا نحب نبسط لكم المعلومه على الاخر. اوكي، محليكم كتبتوا اهدافكم في ورقه، خلي اهم هدف هو انك تكون في سلام مع روحك، تكون متصالح مع روحك كيف ما كانت تحكي ماما ليلى. دونك هذايا لاسبيكي حبيت نعطيه لكم اليوم، راك في تجربه وتحسوا. اي 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 لا 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 برافو. ما عرفتش حبيت فيسبوك يسمعوك، حطيت هكاك ان شاء الله يسمعوك. جوستومون اللي يفرح الغير وراه ربي ما يربح كان هو، ترى غيرك نجح افرح له وزغرت له وقل له برافو، صفق له قل له صحيتك يا نجحت، ربي تشوف وقتها هو ينجحك. كان انت لطف يا ربي باش تغير منه والا تنقده والا تقول فيه كلام مش مزيان، تخسر كان انت، وانت حر، تحب تخسر اخسر، تحب تخسر حياتك انت حر. هي كيما قلت لكم نادرة العمليه سهله، اشري ابره وخيط، خساره ما لقيتش بحذايا خيط هنايا، اشري ابره وخيط، تحبوا اكحل تحبوا احمر هي الحمير نتاعك، وخيط فمك وتقول كلمه مزيانه ولا اسكت، يا تقول كلمه حلوه تشيل غيرك وتهز له المورال وتحب له الخير من قلبك، والا اسكت اسكت فمك خيطه، على خاطر تخسر كان انت وما تلومش على روحك نهار اخر كي تقولش بالعباد نجحت وانا ما نجحتش. شوف الذنوب اللي عملتهم على رقبتك نادرة، هذا نعمل عليه موضوع مره اخرى داكوردو. عز نفسك لايف فوالا ان توكا، خاطر الموضوع انا حبيت جوست ماماتي ميساج ميرسي لي قلبتني في اللايف، خاطر انا لايف يتفسخ دونك ما نجمش العباد توصل لهم المعلومه. داكور، اي والله لايفي ما حبش، خاطر فات لي كونيكشن وانا لوطه في الجنينه، دونك لو طون اللي جي بارتاجي ما حبش يتعدى. مش مشكل هذايا ماماتي، حاول تسجلوا في التليفون نتاعك، اسمع باش تسجلوا ماماتي اللايف ان شاء الله تنجم تحط وقف الفيديو تغميني نادرة قوليها وقف الفيديو من بعد امشي على جنب اكتب انريجستري باش يقعد لك لحظه لحظه ما نجموش نبارطاجي لحظه ما يسالش خليهم يكونوا معانا في الديريكت. اسمع كي تكملوا ديريكت اسمع ماماتي وي حبيت نقول لك اللي انا فرحانه برشا خاطر البارح سهرت صباح بخير
معناتها تعافي في المجري. جو سوي تري 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 كونتونت، ما عندكمش فكره والله، نحس بالدموع باش تهبط، تلمو فرحانه بالريزولتا خاطر وصلت. ما عندكمش فكره الكتاب بالعربي قداش جاونا فيه برشا تحديات، كل مره نبدلوا المترجم، كل مره يخرج من الطابع نتاعو، ونحسوه في قد الروح نتاعو. عفيف مجري اكسلي برافو. اكسلي، وخليت المعنى نتاع الكتاب والروح نتاع الكتاب. البارح قلت لكم صبحت عليه باش فريمون قعدت نقرا فيه، في كل جمله ركزت مع كل جمله، وجو سوي تري 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 زوغوز يا ماماتي اللي بقدره ربي الكتاب حافظ على الطابع نتاعو ابخوندغ ايمي. دونك ستناوه تري تري بروشينمون اي ان شاء الله، باش يتعدى تو الفاز نتاع لامبريسيون. تنقول لكم وقتاش تبداو أي. نحب نقول كلمة في الكتاب بالعربي، نحب نقول كلمة في الكتاب بالعربي. أنا متحقة، أنا متحقة، وهكا إحساسي يقول لي بقدرة ربي عمره إحساسي ما يغلطني. نحس لي الكتاب باللغة العربية أبخوند غايمي هذايا بايخ باش يطلع في نفس الصورة نادرة هكا ولا إيه؟ اسمه تنقول خليها سبريز الاسم، تنعملوا عليه لايف، باهي خليها سبريز الاسم بالعربي باش يفاجئكم شوي. اي الكتاب بالعربي انا متحقه اللي باش يبدل معناها عقليه مش نتاع التوانسه برك، انا حسيته باش يبدل عقليه العالم العربي الكل، باش يتعلم يتصالح مع ذاتهم العزيزه، ويتعلم يفهموا معنى صحيح نتاع ربي سبحانه وتعالى اللي خلقنا ويحب لنا الخير. انا متحقه اللي باش يعمل بقدره ربي كيفاش ضجه كبيره، امباكت كبير وضجه كبيره. اي اي معلومه هي صغيره، راهم المعاني نتاع ابخوندغ ايمي ممكن حتى معاني ماهيش جديده، التصالح مع الذات، كيفاش تبدل طريق كلامك مع روحك، كيفاش تعاملك مع ناس، الايجو، برمجه اللاواعي، كلهم سي دي نوسيون تحكيو عليهم من اول الدنيا معني. مي اون با ري انفونتي لا رو، مي خليناه احنا حاولنا بسطنا بس المعلومات وخليناكم بسطنا، وتتحس في القلب معناها تحسوا الكتاب تحسوا صادق، هذاك هو راهو لوريجيناليتي. سي دي نوسيون كو تو الموند كوني، مي فيه بيداغوجي معينه، فيه دروس بل دروس اخرى اللي كي تطبعها وتطبقهم تلقى فريمون نتائج في حياتك. اي مفيد. ميرسي ماما دو مافوار اكسبتي، ميرسي بوسا بوسا كبيره. سي تاج للايف اونغوجيستري ان شاء الله نلقاها. لحظة انغجيستري نلقاها على اليمين، كي في تيرميني نلقاها على اليمين، نعمل هاي باش نعمل تيرميني. ماماتي باش تنزل تيرميني، باش تنزل تيرميني يا عزيزتي، اسمعني مليح، باش تنزل تيرميني انت معاش باش تراني داكوغ. دونك باش تنزل تيرميني، تنزل تيرميني قبل ما تحط بارتاجي اكتب، باش تلقاها على اليمين من الفوق انغجيستري. دونك تيرميني انغجيستري بارتاجي، قولوا لها كيف حاجة. وكيف ما نلقاش باهي هاني باش نبدا نسمي بسم الله معنا ربي. نحبكم برشا، بوسه كبيره، وعامكم مبروك، وتستناوني نهار الخميس الجاي في صفاقس. اسمع برشا ضحك في صفاقس، حضروا رواحكم. علي بيزو تو الموند، نحبوكم برشا.